اهلا بالمشاهدين من جديد. اذا المشاهدين احنا تكلمنا قبل شوي انه في بعض اولياء الامور يعني ما يمتلكون الثقافه وفن التعامل مع فتره الاختبارات، ولما تقرب هذه الفتره طبعا اللي دخلناها يوم امس وبدت يوم امس يتحول البيت الى مكان يعني في قلق وتوتر والكل معصب. صحيح، يمكن اليوم حنتكلم على ابسط مقومات ثقافه التعامل مع فتره الامتحانات من ناحيه التربويه والاجتماعيه وحتى الاسلوب الغذائي للطالب كيف ممكن ياثر عليه. حديث اكثر عن هذا الموضوع معنا من جده الاستاذ عايض الشهراني المستشار الاجتماعي والتربوي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير سارة، صباح الخير هاني، صباح الخير كل مشاهدي شاشة كل العرب. أهلا وسهلا فيك. في البداية لو نتكلم على حالة التوتر اللي فعلا بتيجي على البيت كله خلال فترة الاختبارات، إيش سببها وكيف نقدر نخفف منها؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الاختبارات أو الامتحانات كما يطلق عليها دائما تسبب قلق وتوتر للكثير، سواء للمؤدي اللي هو الطالب والطالبة أو لولي الأمر اللي هو الأب أو الأم أو المسؤول عن تربية الأبناء. طبعا القلق والتوتر هو شعور دائما يخالج النفس، يشوبه نوع من الخوف، يشوبه نوع من التردد احيانا، التشتت احيانا، الخوف من وطأة الامتحانات، مع انه لو كان هو مؤسس نفسه من البدايه او مذاكر من البدايه مذاكره جيده ما كان وصل هذا الخوف، او كان اولياء الامور يعني نقدر نقول بشكل اوضح ان هم مهيئين للجو المناسب ما كان دخل في شعور الخوف او القلق من الامتحانات. طبعا الانسان دائما او النفس البشريه لما تدخل في المقاييس اللي هو الاختبار او مقاييس المحاسبه او مقاييس السؤال دائما وابدا يكون عندها نوع من التردد او الخوف، لانها تبي تكون في اكمل وجه او انها تكون في منأى من الفشل، لان النفس البشريه دائما تهوى النجاح، تهوى دائما الثناء عليها في انجازها، التعب اللي الانسان تعبه بدايه حياته انه ما يضيع سدى. طبعا احنا راح نتكلم الان عن اللي هو جو الامتحانات وكيف نهيئ ابنائنا للامتحانات. راح نبدا من اول او قبل الامتحانات راح يكون عندنا اللي هو تهيئه المكان المناسب. المكان المناسب يكون بعيد عن الضوضاء، يكون المكان المناسب بعيد عن تكون اضاءته تكون مناسبه للمذاكره، مكان مهيئ للمذاكره. يعني ما نقدر احنا نقول والله الواحد يبغى يذاكر يروح يذاكر على السرير، لو ذاكر على السرير اكيد راح يجي شعور النوم. اذا لابد ان الانسان في هذا الوضع يحاول انه قد ما يقدر يكون المكان مهيئ. يعني برضو ولي الامر او الاباء والامهات يبعدون المشاكل عن هذا الابن او هذه الابنه اثناء فتره الاختبارات. لو يكون في عزايم، يكون فيه مناسبات، نحاول نقلل منها، خرجات، دخلات، الشغلات هذه بحيث ان الطالب انه ياخذ وضعه داخل البيت. من برضو بعد المكان راح يكون عندنا اللي هو الابتعاد عن المشتتات. يعني ما يكون شغلة التلفزيون، الضوضاء، الأشياء اللي ممكنها تؤثر على تشتت وتركيز الطالب أثناء الاختبارات. عندنا النقطة الثانية بعد المكان راح يكون عندنا حاجة اسمها التغذية. دائما العقل السليم في الجسم السليم. صحيح. نحرص على التغذية المناسبة، يعني الأب والأم برضو الأكل مهم جدا. بالنسبة لطلابنا وطالباتنا في الجامعات يعني ما يحاول أنه يجرب أكلة جديدة بحيث أنه ممكن تسبب له وعكة صحية فتؤثر عليه أثناء سير الاختبارات، يعني بالإضافة إلى القلق والتوتر الموجود لديه. عندنا برضو من الأشياء اللي قبل الامتحانات أو قبل الاختبارات أن الطالب أو الطالبة يكون مهيئ اللي هو الكتب، مهيئ المذكرات، مهيئ مجموعة من الملخصات اللي تساعده إن شاء الله بإذن الله أنه يجتاز هذا الامتحان. أثناء الامتحان وأثناء الاختبارات في بعضهم اللي يذاكر من بداية السنة وبداية العام الدراسي، إذن هذا راح يكون فترة الامتحانات راح تكون سهلة جدا عليه. لكن الشخص اللي ما راح يذاكر إلا بداية الاختبار، ما راح يذاكر ولا وقت الاختبار او ما راح يبدا حفظ الا وقت الاختبارات، اكيد انها راح تؤثر عليه تاثير كلي. لذلك لابد انه يكون الطالب او الطالبه مهيئ نفسه من بدايه العام. احنا دائما نقول عندنا مثل يقول لك ذاكر دروسك اول باول اذا اردت ان تصبح او تنجح وتصير الاول. المذاكره اول باول جدا يعني مهمه جدا، لكن الحين راح يكون عندنا طلبه انتساب، راح يكون عندنا طلبة ممكن ظروفهم ما تساعدهم على أنهم يذاكرون أول بأول بحكم الظروف المعيشية أو الظروف العملية. إذن لابد أن الطالب في هذه الحالة أنه يبدأ ينظم وقته، وهذه هي الخطوة الأولى أثناء عملية الامتحانات، ننظم وقت النوم، ننظم وقت الأكل، ننظم وقت المذاكرة، وراح نفرق بين المذاكرة وبين المراجعة علشان ما ندخل إحنا في لبس. شو الفرق بينهم؟ مذاكرتنا ومراجعتنا للمواد.
الفرق بينهم ان المذاكرة راح تكون بشكل عام، والمراجعة راح تكون للنقاط الأساسية اللي بعد ما يلخص المواد أو الاختبارات. نعم. وراح نتطرق كيف راح يلخص هذه المواد أو الاختبارات. الآن نبدأ، إحنا خلونا نبدأ من بداية اليوم. إحنا قلنا النوم، إذا نبتعد عن السهر. إذا نبتعد إحنا عن السهر، السهر هو آفة من الآفات، وهو دائما المسبب للنسيان. أي شخص يجيني حتى في الحياة العادية يقول لك والله أنا أنسى، إذا هذا الشخص يسهر. إذا لابد إحنا ننظم وقت نومنا بحيث إن إحنا ما نتجاوز الساعة 12 ليلا. 6 ساعات دائما تكون هي الساعات المطلوبة للجسم، لخلايا الجسم، لخلايا الذاكرة، هي المطلوبة، من 6 إلى 8 ساعات يوميا. بالنسبة للمذاكرة، الآن عندنا وقت ذهبي جدا 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 للمذاكرة، اللي هو من الساعة 4 عصرا لحد الساعة 7 مساء. يبدأ فيها الطالب يمسك المواد، المادة المادة اللي موجودة عنده راح يختبرها اليوم الأول. إذا يبدأ يأخذ قراءة سريعة، هذا أول شيء، قراءة سريعة من بداية المنهج إلى آخر المنهج. بعد القراءة السريعة يبدأ يجيب ورقة وقلم ويبدأ يحاول يلخص كل درس بدرسه، يعني يأخذ الخطوط العريضة من الدروس. الخطوة الثالثة يأخذها، يعني بعد ما يلخص هذه الدروس يبدأ يركز على النقاط الأساسية في كل درس. ومن الساعة 4 إلى الساعة 7 إذا لابد يكون عندنا كل 35 دقيقة يأخذ 5 دقائق راحة، علشان يبدأ يفصل ويجدد نشاطه. أثناء فترة المذاكرة لابد أن يكون زي ما قلنا المكان متوفر، ويبتعد عن الضوضاء، يعني برضو ما يستخدم الموبايل. ما بعض الناس يقول لك أنا ما ذاكر لو أسمع موسيقى، ويكون جنبه تلفزيون شغال، إذا هذه مشتتات ما راح تساعدك على أن أنت راح تركز. ابتعد عن كل المشتتات اللي تكون موجودة أثناء فترة مذاكرتك أو أثناء فترة تلخيصك. دائما نبحث إحنا عن تجزئة المعلومة. عفواً على المقاطعة، ولكن إحنا خلينا يعني بنفس التسلسل. الآن الطالب قاعد الصبح وصحى. نعم. وأموره زينة وشبعان نوم، دخل للقاعة، أبرز النصائح اللي لازم يتبعها أثناء الاختبار. أثناء الاختبار إنه ما يغش، يعني نبدأ إحنا من أثناء الاختبار. طيب لما نبدا احنا اثناء الاختبار، عشان احنا نكون متسلسلين في كلامنا من البدايه، الناس اللي كانوا متابعين معنا، طبعا احنا وصلنا فتره المذاكره، النوم المبكر، بعدها عندنا فتره الحفظ، الفتره الذهبيه للحفظ اللي راح تكون عندنا احنا من بعد صلاه الفجر لحد 2 من بعد صلاه الفجر، خلينا نتكلم من الفجر الى شروق الشمس. هذه فتره ذهبيه جدا للحفظ، لا يفوتها الطالب. وهو متوجه للامتحان لا يحاول يفتح اي مذكره، ولا يحاول انه يستقبل اي معلومه، لأن أي معلومة راح يستقبلها أو أي فكرة راح تطلع لها، أو أي أحد راح يعطي أي معلومة، إذا راح تشتت على الأشياء اللي هو ذكرها والأشياء اللي هو حفظها. الآن دخلنا فترة الامتحان أو القاعة الاختبار، إذا من البداية دائما إحنا نلاحظ ما شاء الله تبارك الله الربكة اللي تصير قبل دخول القاعة. المعلومة هذه راح تجي، الدرس هذا ممكن يجي، أنا أتوقع الشغلة هذه تجي، أنت أبعد نفسك عن كل هذه لأنها راح تعتبر مشتتات بالنسبة لك. لما تدخل الآن أثناء الاختبار أنت في القاعة، أول حاجة إحنا نعملها اللي هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. دائما خل ثقتك بالله سبحانه وتعالى كبيره، لن يصيبك الا ما كتب الله سبحانه وتعالى لك. ودائما القرب من الله سبحانه وتعالى اللي هو راح يعطيك اللي هو الثقه، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اذكر الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه. راح تكون لما تقرا الاسئله، عندنا الاسئله راح تكون على نوعين، اما ان تكون مقاليه او تكون موضوعيه. المقاليه اللي هي الاسئله المباشره، اللي هي لما يجي لك سؤال يقول لك تكلم وتحدث او عرف واذكر وعدد او علل، إذن هذه راح تكون الأسئلة موضوعية. لكن غالبية وقتنا الحالي والزمن الحالي دائما غالبية تكون أسئلة مقالية، يعني إجاباتها تكون بصح وخطأ أو اختيار متعدد أو يصل من العمود ألف للعمود باء، وهذه دائما تعتمد على الحفظ وتعتمد على برضو مذاكرتك الجيدة أثناء الامتحان. لما تجيني الأسئلة مو متعدد، اختار مو متعدد، يجي لي السؤال وتحتها أكثر من إجابة متعدد، إذن أنا أول حاجة أنا أعملها أنا أغطي اللي هو الإجابات وأبدأ أقرأ السؤال. لما أقرأ السؤال جيدا أفهم السؤال جيدا، ودائما يقول لك أن قراءة السؤال وفهم السؤال هي نصف الإجابة. أبدأ أستحضر الإجابة، استحضرت الإجابة، إذن أنا أرفع يدي من الاختيارات المتعددة وأبدأ أشوف، إذا كانت الإجابة موجودة في المتعدد إذن أنا أختارها مباشرة بدون أي تردد، لأني أنا سبق وذاكرت وسبق وأنا قرأت. أستاذ عايد، ما راح تكون الإجابة اللي حطيتها في راسي نعم. أستاذ عايد، يمكن هذه النصائح جدا حلوة للطالب، ومفروض يعني بهذه النصائح الطالب يعني يجيب علامات كاملة، بس أنا اللي دحين نبغى نركز على الأهالي. أكيد. الأهالي دائما يروحوا في مرحلة إنه أنا أبغى أشد على ولدي
عشان ياخذ الموضوع بجديه، بس في نفس الوقت ما ابغى اخوفه واجيب له قلق. فهنا الاهالي كيف يعني يوزنوا الموضوع؟ ممتاز. انه انا ابغى اكون معه، ابغى اخليه يركز. طيب. انه لا، لازم انت تجيب العلامه الكامله ولازم تذاكر، بس في نفس الوقت مو بطريقه تخويف ويجيب له القلق. طيب. النفسي اللي هو بيسله الان ساره، الان احنا لسه في اثناء الاختبار. بعد الاختبار راح نتطرق للكلام اللي انت قلتي. انا سمعت تعليقك قبل ما أطلع معاكم، اللي هو القلق اللي يأتي بعد الاختبار. أيوه. إيش ذكرت، إيش جاوبت، إيش جاك من أسئلة، راح نتكلم عنها إن شاء الله. طيب يلا. في الآن بالنسبة لما ترفع يدك من الإجابة وتحصل الإجابة اللي في راسك كانت موجودة، إذا أنت تختارها مباشرة بدون تردد، لكن لو ما كانت موجودة انتقل للسؤال اللي بعده. لا تضيع الوقت، دائما لا تضيع الوقت. الوقت هذا أنت محاسب عليه، علشان في الأخير يكون عندك فترة راجع بدون ما يكون عندك قلق. وهكذا مع الأسئلة، نغطي الإجابة أو المتعدد، نبدأ نختار وبعدها ننتقل. لما نكون نخلص إحنا الامتحان ونطلع، إذا زي ما بدأنا من البداية، ما نحاول ندخل أي معلومة. إذا لما نطلع نحاول إحنا ما نراجع أي معلومة علشان ما نتشتت، وعلشان برضو ما نتحطم إني أنا ما جاوبت أو ما جبت الدرجة المطلوبة. إذا أحاول بعد ما أطلع إني أنا أغسل أفكاري كاملة، بحيث إني أنا أهيئ نفسي لليوم الجديد. لما أطلع ما أرجع مرة ثانية أبدأ أذاكر، أحاول أنام، أحاول أغير جو، أحاول إني أخذ لي كم ساعة بحيث إني أقدر أشيل المعلومات السابقة وأستقبل معلومات جديدة. الآن الدور على الأهل. لما يطلع ابنك من الامتحان لا تحاول تسأله كيف الأسئلة، صعبة سهلة، لا، إن شاء الله أعطى تشجيع، أعطى شيء إيجابي. أنت أجدت، أنت أكيد أنت جاوبت كويس، برضو أنا أشيل منه، لا تفكر في الإجابات، إن شاء الله تطلع النتيجة كويسة. الآن نفكر إحنا في الاختبار القادم. لما أفكر في الاختبار القادم، إذن أنا لابد أن الاختبار القادم يكون أركز عليه بنفس الخطوات اللي إحنا أخذناها الخطوات السابقة. ودائما وأبدا المذاكرة الجيدة والمراجعة الجيدة، لما سألني هاني يقول الفرق بين المذاكرة والمراجعة. المذاكرة اللي هي قراءة المنهج كامل، تلخيص الدروس بأي شكل من الأشكال، وأنا أنصح بالخرائط الذهنية لأي درس من الدروس. اعمل الدرس على شكل خريطة ذهنية بكل عناصره، بكل توضيحاته، بكل الأشياء اللي موجودة فيه، بحيث أنها تسهل عليك الحفظ وتذكرها. عندنا المراجعة، تكون هي المراجعة اللي أنت تراجع المعلومات فقط لا غير، يعني مجرد أنت تأكد على حفظك، تأكد على مذاكرتك. وما يمنع أن يكون عندك أحد، يعني مثل الأباء والأمهات، أنهم يعملون أسئلة توقعية وتقريبية للي راح يجي في الامتحان، ويبدأ هو يراجع نفسه، يعني يختبر نفسه من فترة الفترة. إذن الأب والأم عليهم مسؤولية كبيرة، حتى كثير من الأسر أحيانا يكون في بينهم بعض المشاكل، بعض الأشياء. صحيح. يحاولوا يوقفوا هالمشاكل ويهدوها أثناء فترة الامتحان. نوقفوا المشاكل، وكل ما تعود الطالب منذ بدايته على المذاكرة الجيدة وعلى القراءة الجيدة، إذن راح يكون منجز إن شاء الله في السنوات القادمة. الأستاذ عايض شهراني، المستشار الاجتماعي والتربوي، شكرا جزيلا لك على المعلومات القيمة، ونتمنى التوفيق للجميع، لكل الطلاب والطالبات. أقول الحمد لله خلصنا الاختبارات. أقول الحمد لله خلصنا الاختبارات، يعني الحياة بشكل عام هي اختبار. أي والله. فنتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، والله لا يضيع تعب أحد إن شاء الله.